بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم على صمام بتاع الغسالة 8 كيلو التوشيبا الفوق أوتوماتيك. الصمام زي ما حضراتكم شايفين بفتح الحنفية بينزل مية لوحده، بشغل الغسالة ما بيسحبش ميه، يعني هو اصلا ما بيقبلش الامر زي ما حضراتكم شايفين، ولا بيفتح ولا بيقفل وبينزل ميه باستمرار. فطبعا هنا حاولت ان انا اصلحه ما امكنش، وان شاء الله في اخر الفيديو هتلاقوا الفيديو اللي هو طريقة تصليح الصمام. تمام كده انا هغير الصمام قدام حضراتكم، وهتنتهي المشكله بامر الله بتغيير صمام جديد اصلي بتاع الشركه. ورجاء ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، واتمنى ان اكون افدت حضراتكم. حضراتكم اي سؤال اي تعليق اكتبه في تعليق وانا هرد على حضرتك بامر الله. والفيديو بتاع ازاي تصلح الصمام هحطه لك في اخر الفيديو ان شاء الله، بس ان حضرتك تعرف تصلح الصمام. طبعا انا هنا هشيل الصمام القديم وهركب صمام جديد، وخلي بالكو قطعة تبقى اصلية بالذات في 8 كيلو التوشيبا، لان الصمام بتاعها ما بيضرب البوردة معاه، يعني لما بيبوظ ممكن يضرب البوردة. فحضرتك هتركب تجيب حاجة أصلية، بلاش اللي هو الحاجة الصيني، لأن بعد كده ممكن يبقى صمام وبردة. فيبقى حضرتك بيتهيألك إن أنت وفرت، لا أنت دخلت نفسك في بدل ما كان صمام بقى صمام وبردة. فدايما خليك في القطعة الأصلية بأمر الله. أنا كده حضراتكم هركب واحد أصلي بأمر الله زي ما حضراتكم شايفين. حضرتك تابع الفيديو لاخره عشان تستفاد. دي طريقة التركيب بتاعت الصمام، طريقة سهلة ومش محتاجة اي حرفية. حضراتكم عايزين اتكلم عن حاجه معينه حضرتك اكتب لي وانا هنزل لك عنها فيديو، اي عطل لاي غساله وانا هنزل لك الفيديو اللي حضرتك عايزه بامر الله. انا كده خلصت، هجرب الغساله بتاعتي. ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.